بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الصوت. هو تعريف الصوت، الصوت هو موجات تنتشر في الهواء. يسير الصوت في الهواء بسرعة 340 متر في الثانية، وهو عبارة عن اهتزازات تصدر عن الحنجرة وتنتقل عبر الهواء حتى تصل إلى أذن السامع، ثم تنتقل عبر الأذن ثم إلى كافة أنحاء الجسم، والله أعلم.